إنه وقت حكاية. وقت حكاية. فلنستمع إلى حكاية اليوم. حكاية اليوم ستكون عن ذات الثوب الأحمر. فلنستمع، إنها حكاية جميلة. كانت ليلى أجمل طفلة لا تعرف حزنا وكآبة، ولها جدة أطيب جدة تسكن في أطراف الغابة. نعم، أعطتها الماما يوما مربى وفطائر في السلة كي تأخذها لجدتها ليس لتلهو وتتسلى. نعم، أوصتها الأم وقالت، ماذا قالت الأم؟ جدتك بطريق الغاب، لا تتأخر في العودة ودعي محادثة الأغراب. جميل، أخذت ليلى السلة وراحت تتمشى بين الأشجار. نعم، ذهبت وبدأت تتمشى بين الأشجار. فاجأها بطريق الغابة ذئب محتال غدار. نعم، ومضى يحادثها ويتودد وبقلبه شر يتوقد. نعم، قال لها يا ليلى الحلوة هل في هذه السلة حلوة؟ يا له من مكار. قالت صنعت ماما فطائر آخذها لجدتي يا شاطر. فكر في مكر الأشرار، خطط وسألها الغدار. نعم، إنه غدار يا أطفال. أين تسكن هذه الجدة؟ قالت بطريق الأزهار. أين تسكن هذه الجدة؟ قالت بطريق الأزهار. راح الذئب لبيت الجدة بهدوء قد طرق الباب. نعم، أروني كيف طرق الباب. نعم، هكذا طرق الباب. شيء، لنرى إن فتحت له الجدة أم لا. فتحت له فانقض عليها وحبسها ولبس الثياب. يا للمسكينة، نام على سريرها منتظرا أن تطرق ليلى الأبواب. بعد قليل وصلت ليلى، نظرت وسألت باستغراب. جدتي ما أكبر عينيك؟ فأجابها لأراك أفضل. جدتي ما أكبر أذنيك؟ فأجاب لأسمعك أكثر. رأيتم؟ جدتي ما أكبر أسنانك؟ فأجابها لآكلك وشمر. يا إلهي، أراد أن يأكلها. سمع الحطابون صراخا. بدأت ليلى تصرخ، سمعها من؟ الحطابون. جيد، دخلوا البيت وقبضوا عليه ونجت ليلى من مخلبه. أروني كيف يكون مخلبه؟ نعم، نجت ليلى من مخلبه وجدتها من شر يديه. جميل، أنقذها الحطابون. عادت ليلى وهي سعيدة. أروني كيف تكون سعيدة؟ نعم، عادت ليلى وهي سعيدة آمنة بطريق الغاب. قالت لن أتكلم أبدا مع الأغراب. ماذا تعلمنا من هذه القصة؟ عبرة. ما هي هذه العبرة؟ لا نتحدث مع الأغراب. جميل، ماذا تعلمنا؟ لا نتحدث مع الغراب، مع الغرباء. حذاري، شخص لا أعرفه لا أتحدث. لا.
إلا سيحصل لنا كما حصلت مع ليلى. ليلى مع من تحدثت يا أطفال؟ الذئب. مع الذئب، تحدثت مع الغرباء لكنها قررت ألا تحدث بعد اليوم الأغراب الغرباء. جيد يا أطفال، أعجبتكم الحكاية؟ نعم. في أمان الله. في أمان الله. مع حكاية أخرى. مع السلامة. نعم.